شكلت لجنة مختصة من وزراء مختصين معنيين بكل المشاريع المدمجة في المشاريع الكبرى من الوزارات الأشغال العمومية، المياه، كذلك البناء، كذلك النقل، كل وزراء المعنية، كذلك حماية البيئة، كل وزارات المعنية موجودة ضمن هذه اللجنة المشكلة من وزراء وكذلك خبراء لإنجاح المشاريع. الآن رايحين لإنجاح المشاريع، ما بقاش نكتبوا البرامج فوق الورق ونخليوها هكذاك، لازم تطبيق في الميدان والبرنامج الزمني المدروس في الحكومة والمصادقة عليه ونتابعوه في الحكومة كذا.